شو تقبرني؟ شو يعني؟ جوعة؟ ايه بعت لي حبة ان شاء الله. خص الجوع يا نور عيوني. هلا انا بقوم بلبس ملايتي وبروح بجيب اغراض للبيت. ايه؟ ما اشتاخديني معك؟ لا تقبرني، لا بخاف بعدين يعني تضربك هيك الشمس ويصير لك شيء لا سمح الله. حاول ما بطول عليك، رح قوم البس. ايه؟ سمية! اهلين يا ابي، تفضل فوت. ولك شو مطالعك من البيت وليه؟ والله عم جيب اغراض البيت. لك ما في حدا تاني تبعتي يجيب لك الاغراض؟ مين بدي ابعت يعني؟ ابني موفق الصغير؟ بعتي القرود السود. بدك توطي راسنا انتي؟ يا ابي بس البيت ناقصه اغراض كثير وانا ما ضل عندي شيء بالبيت، وموفق ما فيني ابعته على السوق. لك قولي انك عم تتحججي مشان تطلعي من البيت. الله يسامحك يا ابي. يا ابي ما حلو وقفتنا هون، خلينا نفوت نحكي جوا. بتفوتي على بيتك وبتعملي حسابك انه طالعه من البيت ما في وجيب الاغراض مو شغلتك. بس يا ابي لك ولا حرف. بكره بيقولوا الناس ما في رجال يضبها، مو يعني اذا مات جوزك تفلتي على كيفك؟ اهلين يا اختي، بريلي شو طلبك؟ ما في شيء عمو، سلامتك سلامتك. وين رايحة؟ اختي لا تستحي مني، إذا بدك أي مساعدة رح أعطيك. بصراحة عمو أنا عم دور على شغل. ايوه شو بتعرفي تشتغلي يا اختي؟ أي شيء، كنس، بمسح، بطبخ، بس بدي شغلي حلال، طعمي منها ابني. أنتِ متجوزة؟ إيه، لكن متجوزة؟ طيب جوزك وينه؟ ما يقوم يشتغل؟ جوزي متوفي الله يرحمه، وأنا بدي أشتغل لأنه عندي ولد بدي أطعميه بالحلال. لا تواخذيني ذكرتك بهالشغلة هي، رحمة الله عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الجوع كافر عمو، الجوع كافر. إيه والله الجوع كافر. يلا بالإذن. استني يا أختي، لا أعطيك هالقرشين لتدبري حالك فيهم لبين ما تلاقي شغل. لا أنا مالي جاي لحتى أشحد، أنا مو شحادة. والله ما قصدت يا أختي إنك شحادة أنا، بس فكري يعني دبري حالك لبين ما تلاقي شغل. لا عمو لا، مصاري ما بدي، أنا بدي شغل مشان طعمي ابني من عرق جبيني. والله كبرتي بعيني يا أختي، خلص أنا رح دبر لك شغل، بس عادي احكي لي شو صاير معك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يكون بعونك. شو الزمن اللي وصلنا له هذا؟ والله زمن أكبر. اسمعي يا بنتي، أنا وعدتك دبر لك شغل، والشغل رح يكون عندي. شلونك بالخير طال؟ يعني منيحة ماشي حالي، بعرف طرز شوي، بعرف أعمل قطبة، بدبر حالي. كتير حلوة الحقيقة يا بنتي. أنا أحياناً بيجيني طلبيات كتير كبيرة، عبي وقلابيات، بقى شو رأيك تساعديني فيهم؟ إيه ليش لا، على عيني وراسي. كتير منيح، عندي كم قلابية جوا، لا رح جيب لك ياهم أنا، وجرب شغلي بتساويها اليوم، بكره بتجيبي لي اياها، وساعتها لكل حادث حديث. اي باذن رب العالمين. يلا يا رب. الله يوفقك يا رب. الله يخليك. الله يعلي مراتبك. كثير حلوين. ما قلتي لي لمين هدول الاواعي اللي عم تخيطيهم؟ شغل يا مو شغل. شغل شو يعني؟ عم بشتغل خياطة بالسوق عند رجال معدل وآدمي، يعني طالع مصروفي مصروف ابني. عم تشتغلي ولك سمية؟ شو بدك الناس تحكي علينا؟ يحكوا شو ما بدهم يحكوا يا مو، أنا ما بقى يهمني. اي والله ما يدرى أبوكي لحتى يقيم قيامتي. أبي؟ وينه أبي؟ وينه اللي ما سأل عليه كل هالأيام؟ وينه لما بيكون ابني عم ينام جوعان؟ وينه؟ ابعتي لي خبر، أنا بجيب لك سكبة. عن جد يا مو؟ بدك يعني زل حالي إلكم لحتى تعطوني لقمة؟ لحتى تطعموني؟ شو قصدك سمية؟ لك قبل ما تاكلي هم الناس وشو بدهم يحكوا علي؟ لك اسألي علي أنا؟ إيه بتخطر ببالك تجيبي لي غرض بإيدك وتجي لعندي؟
لك ابي اللي هو ابي امتى خطر له يجي يدق بابي ويقول لي يا بنتي شو لازمك؟ لك ابنك عم ياكل ولا لا؟ عم يشرب ولا لا؟ اذا انا وابوكي وافقنا انك تشتغلي اخوكي ما رح يوافق. والله اخي وينه هذا اخي؟ بتعرفي اني نسيت انه انا عندي اخ؟ بتعرفي انه انا ما شفته من يوم العزاء؟ بتعرفي انه هو نسيان انه له اخت ربي هو وياه؟ لا عن جد انك ما عاد استحيتي. شوفي يا انا من اليوم ورايح ما رح اسمح لجنس مخلوق انه يذلني، رح ضل اشتغل ورح ربي ابني واللي له عندي شيء يجي ياخده. يا الله السلام عليكم عمي. عليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. اعطيني رايك. شو يا عيني عليكي، الله يعطيكي الف عافيه. شو امتى لحقتي تسويه؟ والله ما نمت كل الليل لحتى اخلص طلبيه كلياتها. يا سلام، والله انت بتتسقري بالذهب يا يا قسما بالله. خلص عمي اذا ما في بلاها هلا. اعوذ بالله، شو ما في؟ هي تمام حقك يا اختي، هذا تعبي، انت شلتي عني كتف كثير كبير. طبعاً. الله يسلم ايديك ويرزقك. الله يسلم هديات. اسمعي لي، انا اعتبرتك مثل بنتي والله، ولاني اعتبرتك مثل بنتي لخبري خبر كثير حلو. يلا قل لي. لانه وينك شغلك كثير عجبني، انا بهاليومين جايلي طلبيه قلابيات كثير كبيره. بقى شو رايك انت بالحاره من عندكم تشوفي لك دام حرمه وتفتحي ورشه عندك بالبيت وتسيريها انت بذات نفسك، شو رايك؟ بتمنى عمي والله بتمنى. اصحاب القلابيات هدول اذا عجبهم شغلك رح يعتمدوكي على طول. لك رح بشتغل ليل نهار بعيوني وبراسي من فوق. الله يرزقك، الله يرزقك بجاه، لا اله الا الله. الله يرزقك ويوفقك. لكن يا عمي فواكه وامورك مرتاحه، اسم الله ما عم تفضي تحكي راسك. خلي ربك، الله وكيلك عن جد ما عم بفضح كراسي، طول النهار شغل، حاطة هالنسوان وقاعدة. ودخلك؟ منين اجوا كل هالنسوان وصاروا يعرفوا يخيطوا؟ يا ستي اللي بيعيش يا ما بيشوف، يا حرام، كل وحدة ولا قصة. يعني هي اللي ترملت هي وصغيرة، وهي اللي أساسا ما تجوزت، وهي اللي مطلقة، الله يعين العالم، تسمعي كل قصة، والله بتفلج العقل. وبيني وبينك أنا الحمد لله يعني بلشت أقدر أعمل شيء، يعني من شغلي صرت أقدر أجيب أكل لأبني. لك إذا اشتهى غرض أقدر أجيب له إياه، وبلشت صمت كمان. والله يبري عليكي، صرتي وتصورتي يا سمية، لك حتى نسوان الحارة كلهم عم بيقولوا عفارم عليها، طلعت أحسن من 100 رجال. لك إذا بدك أمي، أمي ها يلي حاربتني أول ما اشتغلت، صارت وين ما تعود تحكي عني وتفتخر فيني. لكن سمية لكن أنا قلت لك إنه الله ما بيقطع بحدا. اي أيوة والله والنعم بالله، شو قشر لي درقني.